نحن الآن نقوم بجولة بالفوز 46 بعد تحرير من أبطال الكتاب والميت المعتصم بالله وأحرار الشام ولواء أحرار دار غزة. فوت بهذه الضخامة مؤلف من 5 كتائب مصريين دفاع جمهور ويمتد على مساحة 456 هكتار. تم تحريره بيومين بفضل من الله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. هذه مصير كل القطع العسكرية الموالية لبشار الأسد. غنائم ستعود لأهلها. السلاح سيعود لأهله. أرض مغتصبة من آل الأسد ستعود لأصحابها الحقيقيين. وهم أبطال كتيبة الشهيد النقيب مصطفى القش الذين شاركوا باقتحام الفوز 46 قوات خاصة. وهذا هو المدخل الرئيسي للفوز 46. أصبح الآن بسيطرة الجيش الحر.